لكن لابد نكون واقعيين ونرجعوا شويه لورا. واش كاين لورا؟ كاين فيدراليه تاع مجرمين اللي كانت تسير هاد الرياضه. ما ننساوش باللي اكثر من عامين والمنتخب هذا ما خدمش، ما تجمعش. هذه جريمه في حق هاد الرياضيين. ومنذ اعاده يعني الرجوع للعمل، ظروف التحضير سيئه، وحقيقه ما كانش اتحاديه، ومن من المستحيل تكون اتحاديه، لان حتى لو تكون الجمعيه العامه ترجع اتحاديه كما السابقه. هذا مشكل كره اليد، هذا مشكل كره اليد. اذن لابد ان نبنيو على الشيء اللي تحقق، والشيء اللي تحقق ايجابي قلنا.